بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموضوع اللي هنتكلم فيه يعني باين من عنوان المحاضرة، يعني سميته بصراحة الكاتاستروف، إن هو فعلا كارثة حقيقية. وللأسف يعني عدم تشخيصه وعدم علاجه العلاج المظبوط بيؤدي لكوارث أكتر وأكتر. خلينا نبدأ مع بعض. احنا دايما متعودين الكوارث تبقى حاجة زي الزلزال أو البركان، وطبعا دي فعلا زي كاتاستروف، بس مش لازم هي دي بس اللي تكون كاتاستروف، ومش هي دي بس اللي بتموت. يعني في كاتاستروف كتيرة، منها بقى الحاجات الميديكال. طبعا شد الكوارث طبعا اللي احنا بنشوفه حاليا في أهلنا في غزة، يا رب يحفظهم وينصرهم وينجيهم من كل شر، نسأل الله أن ينتقم من أعدائهم يعني. فطبعا لا ننساهم من دعائنا يعني في ظل الأحوال اللي هم فيها، يا رب يكون القادم أفضل ليهم يا رب. فإحنا عندنا كاتاستروفس ميديكال. تعال نشوف بقى المشكلة في الكاتاستروف ديت اللي إحنا هنتكلم عنها، إن الستادز بتقول كلام غريب جدا. يعني دي ريتروسبكتيف ستادي على 573 عيان في الامرجنسي ديبارتمنت، 38% منهم هم اللي بس اتعمل لهم فولو اب وايفالويشن مع الرجست. يعني احنا كنا لسه قايلين هنا ان مهم قوي يبقى في ريفيرال للعيان اللي اتشخص او اتشك فيه ان هو انافلاكسس، لانه يروح للرجست. تمام. وبعد ما تحول بقى للالرجست، عشان نخلي بالنا من القصه دي، ان لقوا ان 35% منهم الدايجنوزس بتاع الانافلاكسس او السسبكتد تريجر اتغير. يعني اما قال ان ده مش انافلاكسس، او هو كانوا شاكين في تريجر او سبب معين، السبب ده اتغير. وان 2% منهم طلع عندهم اندرلاينج ماست سيل اكتيفيشن ديس اوردر، ودي هنجيب سيرتها ان شاء الله. و6% منهم استفادوا برضه انه بداوا اميونو ثيرابي او ديسنسيتايزيشن. فنخلي بالنا قوي، مهم قوي السبيشاليست. بس طبعا ده بعد الاكيوت سيتويشن. في الاكيوت سيتويشن كلنا هنتعامل، وعشان كده هنعرف ان الانافيلاكسيس لازم يعرفه الاطباء والصيادله والتمريض، الاباء والامهات في البيوت، المدرسين في المدارس، كل ده لازم يعرفه، لازم يبقى فيه اديوكيشن قوي جدا لكل الناس دي. وللاسف برضه ان استادي تانيه لقوا ان الريفيو الميديكال ريكوردز من بيدياتريك ايمرجنسي ديبارتمنت، لقوا ان 133 من الحالات اوف انافيلاكسيس، طبعا بقى دي الكريتيريا، احفظوا الاسم بتاعها، ناشونال انستيتيوت اوف اليرجي اند انفكشس ديزيز فود اليرجي اند انافيلاكسيس نتورك كريتيريا. دي اكتر واشهر كريتيريا بتستخدم، هنعدي عليها، مش مهم قوي، قصدي الاسم المؤسسه انا اسم كبير، بس هي دي الكريتيريا اللي احنا بنستخدمها. لقوا ان 53% من الاطفال شخصوا انافيلاكسيس في الامرجنسي ديبارتمنت، يعني مع ذلك ان في 47% كانوا فولفيلنج كريتيريا وما تشخصوش. تمام. الباقيين بقى تشخصوا ارتكاريا، الرجي، انجي اوديما، وطبعا المانجمنت هنا غير هنا خالص. و33% خرجوا من الامرجنسي ديبارتمنت من غير ما يعرفوا ايه سبب الانافيلاكسيس، وبالتالي طبعا مش عارفين، ما فيش حاجه اسمها افويدنس. ما انا لازم اشخص، او يعني لو انا اقول انافيلاكسيس سكندري لكذا يبقى من فضلك افويد كذا. فطالما ما وصلتش للسبب يبقى فيش افويدنس بلان، فبالتالي ده هاي ريسك انه يجي له ريكارنس. و89% بقى لما اتعلمهم اليرجي ايفالويشن خلاص، كوز ووز ايدنتيفايد ان 92% من الحالات، والفود كان هو المتهم في حوالي 90%، و26% وير كونفيرمد تو بي اليرجيك تو فود راذر ذان ذس سسبكتد ايمرجنسي ديبارتمنت. لما بيتعمل بقى نعرف السكين تيست والانفستيجيشنز، هنعرف الكالبريت دراج. طبعا ده مع الهيستوري، بس احيانا الهيستوري في الطوارئ ما بيبقاش زي الهيستوري بقى في الالرجي كلينيك. وكمان لما يتعمل سكين تيستنج او الاي جي اي زي ما هنعرف، ممكن يحصل ايفالويشن. تعالى بقى نبدا مع الجايد لاينز اليوروبيان اكاديمي اوف اليرجي اند كلينيكال اميونولوجي الاياكي 2021، وهنتكلم على الامريكان فاميلي فيزيشن جايد لاينز. فالجايد لاينز كانت ابديت ل 2014. دي بقى التركيز الاساسي طبعا، دي خلوا بالكم يعني، شوفوا الالرجيست سواء سبيشاليست او سب سبيشاليست خلاص. الحاجه الثانيه البرايمري كير والبيدياتريشنز والامرجنسي فيزيشنز والانستس والانتنسيفيستس والنيرسز والدايتيشنز والاذر هيلث كير بروفيشنالز.
طبعا احنا شفنا اصلا الكارثه اللي حصلت نتيجه سيفتراكسون والصيدلانيه اللي اتحبست او كده، قصه كبيره. فنخلي بالنا من ان اصلا الانافيلاكسس لو ما تشخصش هيبقى كارثه، ولو تشخص وما تعالجش بالفيرست لاين هتبقى كارثه اكبر. فخلي بالكم القصه مش الرجي بس، القصه لكل التخصصات، زي ما قلنا الصيادله والتمريض، وزي ما قلنا الاباء والامهات. بس هم جايد لاينز قايلين بقى ان هما التاسك فورس اللي كانت من 9 دول، وكان فيها بقى الالرجيست السب سبيشاليتي والسبيشاليتي واطباء اطفال وبرايمري كير وبيشنت اورجانيزيشن وسايكولوجيست واديوكيشن. ليه؟ عشان احنا اصلا نعرف ان موضوع الاديوكيشن مهم جدا في الانافلاكسس. انا في الانافلاكسس برضو عندي هدفين، طبعا ان انا اعمل لها بريفنشن خلاص، ولو حصلت ان انا اعمل لها ايرلي ديتكشن بريفن، وده يبقى مهم قوي عشان كده اعرف السبب، او اعرف السبب بتاع الانافلاكسس عشان امنع الاكسبوجر، وده اهم حاجه. دايما القاعده في الالرجي افويد افويد، ومع البريفنشن بقى ان لو حصل يبقى ايرلي ديتكشن، بريفنشن وايرلي ديتكشن، ده كلمه السر في الانافلاكسس. طيب اول سؤال بقى نتناقش مع بعض، which of the following labs is essential for anaphylaxis diagnosis؟ تحبوا نسحب السيرم هيستامين ليفل، ولا اليورين هيستامين ليفل، ولا سيرم تريبتيز، ولا سيرم اي جي اي، ولا نان اوف ذا ابوف، يعني ولا واحده من دول يعني اسينشال؟ انهي اهم تحليل عشان اقدر اشخص الانافيلاكسس؟ طيب تعالى بقى نشوف الجايد لاينز. انا مش هقول دلوقتي الاجابه، طبعا الهيستامين من الحاجات اللي بتعلى بسرعه وبينزل بسرعه، عشان كده الديتكشن بتاعه مش هيبقى سيجنيفيكانت. ادق تحليل في الانافيلاكسيس هو السيرم تريبتيز خلاص. فالسيرم تريبتيز عشان اقوله هيفيدني في حاجتين، هيفيدني الاول لو انا التشخيص مش واضح قوي فاسحب السيرم تريبتيز خلاص. الحاجه الثانيه ان بشوف تريبتيز دلوقتي والتريبتيز كبيز لاين عشان اقدر اشخص السيستميك ماستوسايتوزيس او ماست سيل اكتيفيشن ديس اوردر، ده مهم. لكن هنقول بقى اللاب الذي هو اسينشال لتشخيص الانافيلاكسيس از نان نان. خلي بالكم انا بقول التريبتيز اهم تمام، الاي جي اي يعني مش سبيسيفيك، بالذات التوتال اي جي اي، وهنعرف اصلا ان مش كل الانافيلاكسيس اي جي اي ميديتد. فبالتالي هو السيرم تريبتيز مهم لكن ليس ضروريا في التشخيص. هنعرف بقى ان كل الجايد لاينز بتاكد ان ما تعتمدش على التحليل. فبقى لو انا عيان جاي لي في الطوارئ وانا مش هشخصه انافلاكس الا لما التريبتيز يطلع، وهو العيان جاي كولابسد ولا في شوك ولا كده، سيرم تريبتيز سحبته ومستني التريبتيز، اقول اه الله يرحمه ده كان التريبتيز بتاعه طلع عالي. طبعا ان مش هينفع استنى النتيجه، لازم ابقى عارف ان الانافلاكس از ان ايمرجنسي، وهنقول الجايد لاينز فيها دلوقتي. تعالى نشوف الباثو فيسيولوجي ان الكارثه بدات ازاي. الالرجين اللي هو الانتيجين العيان حساس ليه يدخل للاميون سيستم، بيتكون بدل ما البي سيلز بتطلع اي جي جي او اي جي ام، العيان ده عنده سويتش للتي هيلبر 2 بتستيميوليت البي سيلز تطلع اي جي اي، فبالتالي بيحصل الرجي. فيرست اكسبوجر في الغالب ما بيحصلش حاجه، لكن الاي جي اي خلى الماست سيلز في وضع الاستعداد، في الري اكسبوجر يبدا يحصل الكارثه. احيانا بتكون في اورجان واحد، مثلا الرجيك راينايتس، الرجيك كونجنتيفايتس، ممكن ازمه، ممكن اتوبيك ديرماتيتس، او ممكن تكون مالتي سيستم الا وهي الانافيلاكسس. تعال نشوف الفيديو ده هيشرح لنا الدنيا. الفكره هنا دلوقتي لو حصل اكسبوجر مش نعتذر لو حصل اكسبوجر للالرجين سواء بقى انهيلد او انجستد تمام، مثلا بيدخل الانتيجين بريزنتنج سيل، انتيجين بريزنتنج سيل بتمسك في التي سيل
فبالتالي دي بقى هنا مشكله انها تي هيل بار 2. التي هيل بار 2 بتخلي البي سيلز طلعت الاي جي اي. الاي جي اي اللي طلع من البي سيلز ده بيمسك على الماست سيلز او البيزوفيلز، فبالتالي هي اصبحت برايم، هي في وضع الاستعداد. لكن في البدايه في الفيرست اكسبوجر الدنيا لسه ما فيش اي مشكله. بدا بقى كونت الجرانيولز واللي فيها الهيستامين والتريبتيز وفيها المشاكل دي كلها لما بقى يحصل الري اكسبوجر. الاكسبوجر الثاني بقى الالرجين يمسك في 2 اي جي اي مولكيولز، يبدا يحصل دي جرانيوليشن وتحصل عاصفه من السيتوكاينز. طبعا عندنا الهيستامين هو المتهم الاساسي، بيعمل بقى فازو دايلاتيشن وبيعمل برونكوس باز وبيعمل هذه الكوارث. فدي الفكره، مثلا لو احنا ادينا انتي هيستامينك ان ممكن يكون ليه دور في العلاج بتاع الاي جي اي ميديتد هايبر سنسيتيفيتي. طيب تعالى بقى نشوف بقى الباثو فيسيولوجي بتاع الانافلاكسس عامه. انا عندي يا اما بيكون اميون او نون اميون، والاميون يا اما اي جي اي ميديتد يا اما نون اي جي اي ميديتد. يبقى هو الاي جي اي ميديتد ده نوع من الاتوبي، لكن النون اي جي اي ميديتد ده اميون بطريقه اخرى وفي نون اميون. تعالى نشوف، احنا قلنا الاساس عندنا الماست سيلز، تعالى بقى اعمل لها ستيميوليشن بالاي جي اي زي ما قلنا. الرجين الانتيجن بريزنتنج سيل اتعرفت عليه، بس تي هيل بار 2 هي المشكله وعملت كلاس سويتش وكون اي جي اي من البي لينفوسايتس، فبالتالي الاي جي اي مسك في الماست سيلز وبرايم دي مستني الري اكسبوجر، يبدا يحصل دي جرانيوليشن بتبدا بقى تطلع الليوكوترينز بروستاجلاندينز ثرومبوكسان اي 2 وتطلع بقى الهيستامين والكلام ده كله. احيانا بقى يحصل نون اليرجيك ميكانيزم، ممكن يحصل ماست سيل اكتيفيشن نتيجه دايركت نون سبيسيفيك اكتيفيشن هيستامين ريليزنج ايجنتس خلاص، او الكالسيوم والفوسفولايبيز فوسفولايبيز اي 2 ديبندنت ميكانيزم زي الفانكومايسين وريدمان سيندروم، او الماست سايتوز. عندي ماست سيلز كتير ممكن يحصل ميكانيزم مش ماست سيل ديبندنت زي الكوكس 1 انهبيشن زي النون ستيرويد انتي انفلاماتوري، انها بتنهبت الكوكس ويحصل شيفت اللوكس اللوكوترينز تعلى خلاص. وفي كو فاكتورز بقى ستريس انديوسد انفكشن لو في دوز اوف الرجنز عاليه وهكذا. فنخلي بالنا ان الميكانيزمات مختلفه، مش لازم تكون كلها اي جي اي ميديتد، عشان كده مش كلهم هيطلع الاي جي اي سبيسيفيك فيهم عالي او السكين تيست. طيب فبرضه النقطه بقى اللي في جايد لاينز هنا عليها ديستنكشن ما بين الاي جي اي والنون اي جي او الاميون والنون اميون كلينيكالي مش متاح، لكن ممكن بقى بعد كده باللابس. بس احنا زي ما قلنا انا في التعامل، انا في الاكيوت انا بتعامل كلينيكال، طيب التريتمنت هيختلف؟ لا، اكيوت تريتمنت از ذا سيم، مش هيفرق سواء بقى اي جي اي ولا نون اي جي. فالاياكي قايلين بقى ان الانافلاكس از ا كلينيكال ايمرجنسي خلاص، عشان كده كل الهيلث كير بروفيشنالز نيد تو بي فاميليار ويز. يعني ما فيش حد فينا هو في تخصص ما بيديش ادويه، دكتور النساء بيدي ادويه، دكتور الجراحه، دكتور التخدير وهكذا، دكتور الباطنه، دكتور الروماتولوجي، كلنا بندي ادويه، فلازم نبقى كلنا فاميليار بالمشكله بتاعه الانافلاكسيس خلاص، ونعرف نريكوجنايز ونمانج. طيب عشان كده حتى قايلين يحصل تعمل زي سيميوليشن تريننج وفيجوال برومبتس للاطباء. طيب فهنا عشان كده الاعتماد على الكلينيكال كرايتيريا، منها ان اول حاجه رابد اونست اوف مالتيبل سيمتومز اند ساينز خلاص فور ايدنتيفاينج. يعني ما نجيش مثلا عيان عنده ارتكاريا من 4 5 ايام ولا من اسبوع او اسبوعين واقول ده انافيلاكسيس، لا بنتكلم في اكيوت تمام مينتس تو اورز خلاص. وهم قايلين كده ليه؟ لان الانافيلاكسيس از كلينيكال ايمرجنسي، فبالتالي اعتمادك على الكلينيكال كرايتيريا، لكن انك تطلب اللاب والكلام ده كله هياخد وقت. وقلنا الكرايتيريا المعتمده بتاع الناشونال انستيتيوت اوف الرجي اند انفكشس ديزيز اند فود الرجي اند انافيلاكس نتورك كلينيكال كرايتيريا هي سنسيتيفيتي عاليه، وهنشوف ان الواو او الورلد الرجي اورجانيزيشن كان لهم بعض التحفظات عليها وبعض التعليمات. فبالتالي انافيلاكسيس محتاجه immediate diagnosis، immediate مش سريع، لا immediate فوري، لان اللحظه بتفرق. طيب تعالى بقى نبدا في حالاتنا كده، ده 4 year old baby boy ولد عنده 4 سنين جايب acute onset ماشي diffuse lesions وswelling بعد ما خد حقنه بنسلين بساعه، ايه راي حضراتكم بقى؟
الاكزامينيشن ما عدا السكين مانيفستيشنز كان نورمال، فايتال ساينز نورمال، الهارت والتشيست والابدومينال اكزامينيشن كله نورمال. فهل ده دراج انديوس انافيلاكسس؟ وطبعا البنسلين من اكثر الادويه المتهمه في احداث الانافيلاكسس، فلازم ابقى انا دايما لما اتعامل مع البنسلين ابقى حريص وشاكك فيه. تمام. قد ليه هايبر سنسيتيفيتي دي تايب 4 بتحصل زي التوبركلين وهكذا، بتحصل تي سيل ميديت، عشان اللي يسال على الدليل. فايه راي حضراتكم، هل دي انافيلاكسس دراج انديوسد، خصوصا البنسلين من اكثر الادويه المشهوره في احداث الانافيلاكسس؟ طيب تعال نشوف، هو راح للطوارئ والدكتور اداله الانتي هيستامينيك الافيل فينرامين، ده فيرست جنريشن انتي هيستامينيك، لان الحاله دي اكيوت ارتكاريا وانجيوديما، يعني دي الارتكاريا الويلز، وان شاء الله يبقى لنا محاضره عنها، وادي الانجيوديما السويلنج بيحصل في الليب او في الليد، ممكن يحصل في اي حته، بيكون زي ما انت شايفين اسيمتريك ومش ديبندنت، يعني مش لازم يبقى في الرجلين زي الايديما العاديه، تمام، وبتبقى بينلس الغالب. فالانتي هيستامينيك الطفل خده ما حصلش تحسن، بس نخلي بالنا ان احنا مهم قوي في الاكيوت ارتكاريا دي بتكون الرجي، مش زي الكرونيك ارتكاريا ممكن تكون اوتو اميون ديزيز، فبالتالي ندور على سبب تكون فود او دراج او كذا، فدي فعلا بنسلم ميديتد اكيوت ارتكاريا وانجيوديما، لكن دي مش انافيلاكسس، لان زي ما قلنا في الغالب الان الانافيلاكس مالتي سيستم، تمام، بس العين الجايب اكيوت ارتكاريا وانجيوديما بعد البنسلين لازم يبقى اندر اوبزرفيشن ان ممكن دي تكون بشائر الانافيلاكس، فنخلي بالنا. وطبعا بقى ايه ال 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 نخلي بالنا ان الانتي هيستامينكس بتجيب نتيجه كويسه جدا في الارتكاريا والانجيوديما، الا لو الانجيوديما لوحدها ما عادش ارتكاريا وهي طيب برادي ميديتد مش هيستجيب الانتي هيستامينكس. طيب ده ولد تاني عنده 4 years old جايب acute onset of dyspnea ويز بيزيد مع برضه الليجنز دي، شايفين بقى هنا الانجيوديما في العين. طبعا الكيسز دي كيسز افتراضيه عشان نطبق عليها الجايد لاينز يعني، بس دي قريبه جدا من اللي احنا بنشوفه في الايه الواقع، الصور دي صور اونلاين يعني. فدي انجيوديما اوف ذا اي، عندنا برضه الارتكاريال ليجنز 1 اور اجو، بس ما كانش فيه الرجين اكسبوجر واضح، ما كانش فيه هيستوري. الاكزامينيشن ضغطه 100 على 70، الساتوريشن 88%، وعنده طبعا السكين ليجنز والاي سويلنج، وعنده ديفيوز تشيست تويزز. هل ده انافيلاكسس ولا لا؟ ايه راي حضراتكم؟ يعني الحاله اللي فاتت قلنا ده مش انافيلاكسس، قلنا ده كان اكيوت ارتكاريا وانجيوديما، لكن هل ده نقدر نقول عليه انافيلاكسس؟ تعالى بقى نشوف الكرايتيريا اللي قلنا عليها. اول حاجه في الكرايتيريا قايلين ان الانافيلاكسس از هايلي لايكلي وين اني اوف ذا فولوينج از فولفيلد. اول حاجه acute onset within minutes to several hours of an illness، بس قايلين يكون ميوكوكيوتينيوس انفولفمنت زي العيان بتاعنا. الميوكوكيوتينيوس قايلين زي ايه؟ جنرال هايفز، هايفز يعني ارتكاريا، يعني ويلز عاليه، او ايتشنج الطفل عمال بيهرش، او فلاشنج، او سوولن ليب، فانج يوفيولا، يعني ممكن يبقى ايتشنج بس مع at least one، يبقى سكن وميوكاس ميمبرين مع حاجه تانيه، يا ريسبيراتوري يا كارديو فاسكولار. قايلين ان ده مالتي سيستم. الريسبيراتوري زي ايه؟ ديسنيا، ويزنج، برونكو سبازم، سترايدور، اوبستراكشن بقى ديكريز بيك اكسبيراتوري فلو او هايبوكسيميا. يعني خلي بالكم ممكن ابر او لور سترايدور او برونكو سبازم. كارديو فاسكولار كومبرومايز. ده جايب هايبوتنشن، هايبوتونيا، كولابس، سينكوب انكونتيننس. فعشان كده بالتالي العيان بتاعنا لما نيجي نطبق عليه الكرايتيريا، احنا عندنا لويز برونكوسبازم، وعندنا هايبوكسيا وتشيست ويزس اهو، فده عند ريسبيراتوري، وعندي سكين ميوكاس ميمبرين، فهنا ده ذيس از انافيلاكسس، حتى لو انا ما خدتش بالي كان فيه الرجين اكسبوجر او لا، هو ما كانش فيه هيستوري واضح للالرجين اكسبوجر. طيب دي بنوته عندها 5 سنين جاب كرامبي ابدومينال بين وفوميتنج افتر ايتنج ابينا كيك، بعد ما كانت كيكه الفول السوداني وضغطها 70 50، مفيش ريسبيراتوري سكين او ميوكوزا مانيفستيشنز.
هل ده انافيلاكسيس؟ ايه راي حضراتكم؟ هل نعتبر ده انافيلاكسيس؟ وهل انافيلاكسيس يعني ممكن يجي بابدومينال مانيفستيشنز؟ ما فيش ريسبيراتوري ولا سكين ولا ميوكوزا، اهو ما فيش ريسبيراتوري او سكين، والسكين من الحاجات الاساسيه، سكين وميوكوزا مانيفستيشنز. تعال نشوف الجزء الثاني من الكرايتيريا، اكيوت اونست افتر اكسبوجر تو لايكلي الرجن. وطبعا الفول السوداني من الحاجات الهايلي الرجينيك، يعني في امريكا البينات هو اشهر سبب للفود الرجي، يمكن احنا هنا في مصر البينات الرجي مش كومون زي هناك، بس طبعا البينات من الحاجات الهايلي لايكلي، فكانت واكله بينات في خلال ساعه، فبالتالي ده لايكلي الرجي، بس احنا لسه ما نعرفش هي كانت الرجيك ليه ولا لا، ده لايكلي الرجي. وبعد كده هيبقى تو اور مور اوف ذا فول. لو خدتوا بالكم ميوكوكيوتينيوس وريسبيراتوري وكارديو فاسكولار وبرزيستنت جي اي مانيفستيشن، برزيستنت جي اي مانيفستيشنز قايلين كرامب ابدومينال بين او فوميتنج. هنا بقى لما بقى في الرجين قال لك ان مش لازم سكن، يعني ممكن اي اتنين مع بعض، اللي فاتت طالما ما فيش الرجين السكن من الحاجات اللي بتبقى سجستيف قوي، ارتكاريا وانجي اوديما والكلام ده، يعني ممكن هنا ريسبيراتوري وكارديو فاسكولار، جي اي تي وكارديو فاسكولار، زي البنوته دي عندها كارديو فاسكولار كولابس وعندها ابدومينال بين وفوميتنج، فده ايه؟ انافيلاكسيس. خلاص؟ فهنا عندها اتنين مانيفستيشنز افتر ايه؟ لايكلي الرجن اكسبوجر، حصل لها هايبوتنشن، حصل لها كولابس وبقت انافيلاكتيك. فنخلي بالنا هي فولفيلنج السكند بارت اوف ذا كرايتيريا. طيب دي كيس تانية عندنا، ولد عنده 12 سنة جايب هايبوتونيا وكولابس 30 minutes after cow milk ingestion for which he is known to be allergic to، يعني هو عنده حساسية من الكاو ميلك، فلما شربه اتعرض له حصل له هايبوتونيا وكولابس، مفيش لا سكن ولا ريسبيراتوري ولا جي اي تي مانيفستيشنز، ضغطه 70 50 ودراوزي كونفيوزد. ده انافيلاكسس. لما نيجي نطبق اللي احنا كنا قايلينه، احنا عندنا وان سيستم افكت اللي هو الكارديو فاسكولار، لا انا عنده الساينز بتاع لو كاردياك اربوت وعنده هايبوتنشن ودراوزي، فهل ده نعتبره انافيلاكسس؟ هنفاجئ بقى ان برضه في الكرايتيريا قايلين في جزء ثالث ان ممكن يكون الانافيلاكسس بالكارديو فاسكولار فقط اذا كان في الرجين معروف، يعني acute reduction in blood pressure after exposure to a non-allergen for that patient، يعني هو بقى ده مش likely allergen، لا ده هو allergen معروف، فبالتالي ان يكفي الهايبوتنشن الشوك في العيان ده. لو infant او children low systolic blood pressure حسب السن، والادلت يكون السيستوليك اقل من 90، يكفي هنا الاكيوت ريدكشن اوف بلاد بريشر بعد الاكسبوجر لنون الرجين. فبالتالي نخلي بالنا اللي فاتت كان لايكلي الرجين فقال لك لازم تو سيستمز، لكن لما يكون نون الرجين يكفي وان سيستم هو الكارديو فاسكولار، وهنعرف التعديلات بتاع الواو على هذه الكرايتيريا. يعني نخلي بالنا بقى لو مشينا من فوق، لو ما فيش الرجين واضح لازم سكين وميوكس ميمبرين مع ريسبيراتوري او كارديو وكارديو فاسكولار، من غير سبيراتور وكارديو فاسكولار يبقى ارتكاريا وانجي اوديما عادي. طب لو في لايكلي الرجين يبقى اتنين سيستمز بس مش لازم السكن. طيب لو في بقى نون الرجين يكفي الكولابس بتاع الهايبوتنشن. تمام. طيب ده 33 يير اولد هايبرتنسيف مان جايب سنكوب 30 minutes ago after fish ingestion for which he is known to be allergic to. انا واخدين بالكم الدراجز زي البنسلين والاكل من اكتر الحاجات اللي بتعمل انافلاكسس. هو دلوقتي كان ضغطه ماشي على طول، الايام اللي فاتت كان بيقيسه 170 على 90، واخر يومين كان برضه 170 على 90، ما فيش سكن ريسبيراتوري او جي اي تي مانيفستيشنز، ضغطه 110 على 62 وهو دراوزي، هل ده نعتبره انافلاكسس؟ يعني هو هنا في نون الرجين بس وفي سنكوب بس ضغطه ماسك نفسه ودراوزي، هل ده نعتبره انافلاكسس؟ ايه راي حضراتكم؟ احنا قلنا في الديفينيشن ان يكون السيستوليك اقل من 90 في الادلت، بس هم بقى حاطين حته انا كنت مخبيها هنا بقى، ان قايلين ايه بقى؟ قايلين الانافيلاكسس، ودي بقى اخر حاجه بقى ما فيش حاجه تانية مخبيها في الكرايتيريا، ان السيستوليك يكون اقل من 90
او الايدج سبيسيفيك سيستوليك في الاطفال، او يكون حصل 30% ريدكشن في السيستوليك بلاد بريشر فروم بيز لاين. يعني هنا الراجل ده البيز لاين بتاعه كان 170، لو قلنا انه نزل التلت 110 ونزل اكتر من التلت تقريبا، ف 30% ريدكشن، لان خلي بالكم هاي بوتنشن ريليتيف من البيز لاين بتاعه. فنخلي بالنا دي من الحاجات اللي الايه نبقى عارفينها، ان العيان لو ضغطه كان عالي يكفي 30% او اكتر ديكريز فروم بيز لاين طالما اتعرض لنون اليرجين. الواو بقى حطوا امين، حطوا تعديلات على الكريتيريا دي، خلاص ليهم هدفهم السمبليفيكيشن، هيدمجوا اول اتنين مع بعض والتالتة هيعدلوا فيها. تعال نشوف اللي هو عملوا ايه، حطينا بصراحه في دايجرام انا جايبه من عندهم سكرين شوت، قايلين ان محتاجين التو كريتيريا. تمام، لو اكيوت اونست اوف ان ايلنس، اكيوت طبعا ده لازم، ده اكيوت تمام، مينس سيفرال اورز ويز انفولفمنت اوف ذا سكين ميوكوزال تيشو اور بوث، زي ما بقى جنرالايزد هايفز الارتكاريا اللي ظاهره هنا في الصوره، برورايتس فلاشنج سوولن ليبس تانج يوفولا، مع اتليست 1 يا اير واي بريذنج اسبيراتوري او سيركيوليشن ريديوس بلاد بريشر، او السيمتومز على الاند اورجان ديسفانكشن في ديكريزد برفيوجن الهايبوتونيا والكولابس السنكوب او الانكونتيننس او سيفير جي اي تي مانيفستيشنز. وخلي بالك ده كان برضو من التعديلات المهمه، قايلين سيفير جي اي تي مانيفستيشنز، لان لو خدتوا بالكم في الكرايتيريا الاولى كانوا قايلين بيرزيستنت جي اي تي مانيفستيشنز، والكلمه دي ما كانتش مناسبه. يعني انا بتكلم على اكيوت سيتويشن، انا هستنى لما يقعد يرجع لي خمس ست سبع عشان اقول ده بيرزيستنت، لا هم قايلين سيفير جي اي تي مانيفستيشنز، وده الانسب في اكيوت سيتويشن. فده كان التعديل الاول ان سيفير جي اي تي مانيفستيشنز، وقايلين السكين مع اي واحده من دول، ما يعتبر ده موجود مع بعض. وقايلين بقى لما يكون انا في نون اليرجين لازم يكفي هاي بوتنشن او برونكوسبازم او لارينجال انفولفين، يعني ويزس او سترايك افتر اكسبوجر تو ا نون اور هايلي بروبابل اليرجين، خلاص فور ذات بيشنت ماشي، بعد في خلال دقائق لسه ايفن ان ذا ابسنس اوف تيبيكال سكين. يبقى هنا برضو قال لك لو في اليرجين يبقى مش لازم سكين. وقايلين اللو سيستوليك بلاد بريشر في الاطفال ايدج سبيسيفيك او اكتر من 30% ريدكشن، في الادلت اقل من 90 اكتر من 90 من 30% ريدكشن. فنخلي بالنا ايه الجديد في الحته دي، ان هم ضافوا ريسبيراتوري. في الكرايتيريا اللي قبل كده كانت هاي بوتنشن وكولابس بس، قال لك لا يكفي برضه برونكوس بازم او سترايدور، سترايدور هو لارينجيال او برونكوس بازم بعد الايه الالرجين اكسبوجر، ولا يشترط السكين. فبالتالي قايلين ان يكفي انه يكون نون او هايلي بروبابل الرجين. فده برضو من التعديلات اللي كانت كويسه جدا في الكرايتيريا. وده طبعا ده السكيما بتاعتها زي ما قلنا، السكيون او الميوكاس ميمبرين ومعاهم ريسبيراتوري او هاي بوتنشن اند اورجان دامج تمام، لو ما فيش الرجين، ولو في الرجين يكفي اي اتنين من دول، ولو اكيوت اكسبوجر لنون الرجين يكفي السكين كولابس. هما بالتالي الواو قالين typical skin symptoms و significant symptoms from at least one other organ system، أو قالين exposure to a non allergen أو probable allergen for that patient مع respiratory and or cardiovascular system compromise. وقصة ال age specific hypotension في الأطفال وال children أقل من 10 سنين تحسب إزاي 70 ملم اتش جي بلس 2 في ال age، يعني تضرب 2 في عدد السنوات وتضيفه على ال 70، اقل من كده ده يبقى ايه هاي بوتنشن لو السيستوليك اقل من الارقام دي. فدي من النقط المهمه جدا، ان الانافيلاكسس ممكن يحصل ان ابسنس اوف سكين انفولفمنت او كارديو فاسكولار شوك. عشان كده مش لازم، مش كل الانافلاكس بنسميه انافيلاكتيك شوك، لا اسمه انافيلاكسس، مش لازم العين شوك، مش لازم يبقى عنده ارتكاريا وانجيوديما وجسمه مورم، لا خلاص. والبرزنتيشن ده ممكن يبقى فيتال، وللاسف بيبقى مسد من ناس كتير، والسكين ساينز ابسنت في حوالي ال 10 ل 20%، يعني ممكن لحد الخمس ما يجيلهمش سكين مانيفستيشنز. عشان كده ده ممكن للاسف يتسبب في تاخير التشخيص. يعني كتير منا في الطوارئ واحد مثلا جاي له عمال بيرجع وعنده ابدومينال بين وضغط واقع، يقول لك ما هو الضغط الواقع ده نتيجه الايه؟ الفوميتنج، عمال بيفقد فلويدز. لكن هي القصه بقى، طب هل اتعرض لالرجين ولا لا؟
مهم قوي نبقى حريصين قوي في التشخيص عشان ما نبقاش مسد الحالات دي انه ممكن يبقى فيتال. وفي ستادي لقوا ان 55% من الاطباء بس هم اللي ريكوجنايزد ان الانافيلاكسس ممكن يجي من غير كيتينيس انفولفمنت، يعني مع ذلك ان حوالي نص الاطباء 45% عندهم اعتقاد ان لازم انافيلاكسس يكون معاه ارتكاريا وانجيوديما. فنخلي بالنا عشان كده الواو انافيلاكسس كوميتي قايلين الديفينيشن، والى الان ما فيش كونسنسس على الديفينيشن ما بين كل السوسايتيز، قايلين از انافيلاكسس از ا سيريس سيستميك هايبر سنسيتيفيتي رياكشن انه يوجوالي رابيد وماي كوز ديث، ماي كوز ديث. سيفير انافيلاكسس از كاركترايزد باي بوتنشالي لايف ثريتنينج كومبرومايز في الاير واي بريذنج اند اور سيركيوليشن. الاي بي سي بتاعتنا اير واي بريذنج سيركيوليشن اند ماي اوكير وذاوت تيبيكال سكين فيتشرز اور سيركيوليتوري شوك being present. فنخلي بالنا ان ده ليس شرطا اساسيا. طيب تعالى نشوف الحاله السادسه. ده ولد عنده 8 سنين جاي الامرجنسي روم سيفير ويزس وديسنيا افتر بينج ان بيكنيك، كان في رحله خلويه كده في جنينه وما فيش اي هيستوري اوف اليرجي او اني كرونيك ديزيز، ما كانش ما عندوش اي مشكله قبل كده. طب ايه اللي عمله وهو ما كانش نون ازماتيك؟ الاكزامينيشن مطلع ديفيوز ويزس وتاكيبنيا، ده التشيست اكزامينيشن، والسكين مبين الحته الحمراء دي خلاص، والمنطقه دي كانت في دراعه في منطقه اكسبوزد. ايه راي حضراتكم؟ شايفين بقى النقطه دي؟ دي بقى من الحاجات الكلوز، ما احنا قلنا الدكتور الشاطر يبقى لماح، حته محمره في دراعه وكان في جنينه وقاعدين بياكلوا سندوتشات، واخدين بالكم؟ ما ننساش ان ده ممكن يكون جاذب للنحل. يس، وهو فعلا لما سألنا الأب والأم قالوا إن فعلا في نحل قرصته، وأصلا قرصة النحل والدبابير من أشهر أسباب الأنافيلاكسس. لسه كان عندي حد وكان مشكلته إنه شغال في منحل، وده مهم جدا إن واحد زي الراجل اللي بيقول عنه مثلا شغال في منحل ده أصلا ده هو أول ما جات له حصل له الأنافيلاكسس وجاي، فطبعا لما يبقى كونفيرمد العيان ده بيتحسن جدا على الديسنسيتيزيشن على الامينو ثيرابي، يا اما بقى يغير الوظيفه بتاعته او كده بس كتير، فبالنسبه له لا الامينو ثيرابي بيفرق جدا، يبقى لايف سيفنج في الحياه دي. فهو اصلا كان واضح جدا ان ده زي ما قلنا دلوقتي الان دراجز الفودز، وقلنا الايه الستينجز البي ستينجز قرصه النحل خلي بالنا منها. طبعا مش بقول كل واحد نحله هتقرصه هيبقى هيجي له انافلاكس، لا ان في ناس اليرجيك للستينجز. طيب راح للجي بي ممارس العام اداله اي في افيف اللي هو الفينرامين انتي هيستامينيك واداله ديكساميثازون وروحوا البيت. الولد حالته سائد ورجع تاني للامرجنسي روم. راي حضراتكم ايه التريتمنت اوف تشويس؟ وهل اللي الجي بي اداله ده كان صح؟ يعني لو قلنا الفيرست لاين هل هو الاي في ميثايل بريدنيزولون سوليمدرول ولا الاي في هيدروكورتيزون ولا اي في انتي هيستامينكس ولا الادرينالين انجكشن ولا حسب البريزنتنج سيمبتومز اوف انافيلاكس، يعني هو جايب انافيلاكسس ايه ولا ايه؟ ايه راي حضراتكم؟ طبعا الفيرست والسكند دول ستيرويدز، الستيرويدز من الحاجات البوتنت في علاج الالرجي، والانتي هيستامينكس ليها دور. طبعا احنا بنتكلم عن اي جي اي ميديتد وهيستامين والكلام ده، لكن هنفاجئ ودي من اهم واخطر المعلومات في الانافيلاكسس، ودي اهم يعني اهم خط دفاعي واول خط دفاعي لو فقد هنخسر كتير، ان العلاج الاول والاخير ادرينالين انجكشن ابنفرين. لازم عيان الانافيلاكسس ياخد ادرينالين ياخد ابنفرين، وهنعرف قد ايه ان احنا بنخسر العيان كتير لما بنأخر الابنفرين. طيب ندي الادرينالين ازاي؟ احنا قايلين بقى دي حاجه اكيوت، ندي الروت اورال ولا انتراماسكولار ولا انترافينوس ولا سبكوتينيوس ولا ريكتال؟ اكيد هندي برينترال. طب هل ندي اي في ولا انتراماسكولار ولا سبكوتينيوس؟ برضه هنقول السبكوتينيوس مش حكيم قوي بالذات لو انا عندي شوك الابزوربشن يبقى قليل تمام، والانترافينوس هاي ريسك اريزمياس والكلام ده، لذلك امن وافضل وسيله هي الانتراماسكولار، انتراماسكولار ادرينالين.
وده اللي الريكومنديشنز كلها بتقول عليه. طيب هديها له فين؟ هديها له في الجلوتيال ماسل، في الباتوك، ولا في الارم، ولا في الفاستس لاتراليس كوادريسبس الانترو لاترال ثاي، ولا الفاستس ميدياليس كوادريسبس الانترو ميديال ثاي؟ مهم قوي نبقى عارفين الريكومنديشنز. وقلنا زي ما قلنا في فيديوهات وتريننج وبيتعمل سيميوليشن. انا من الورش بصراحه اللي حضرتها وفرقت معايا كتير كانوا الاسباي، الايجيبشن سوسايتي اوف بيدياتريك الرجيمينولوجي، اللي هو وحده الالرجيمينولوجي في عين شمس. بصراحه ربنا يكرمهم الاسباي، يعني ارجو تتابعوا الصفحه بتاعتهم، وبصراحه كل مؤتمراتهم الواحد بيتابعهم، هم اكتف جدا. وبخص بصراحه من اكتر الناس اللي استفدت منه الاستاذ دكتور رشا العويضي، وهي ليها فيديو انا ممكن ابعت لكم اللينك بتاعه، بتشرح الانافلاكسس والانجكشن على دميه او كده. دي مهمه قوي ان احنا نعلم الاباء والامهات اصلا. الفاستس لاتراليس كوادريسبس الانترو لاترال ثاي هو ده المكان اللي هندي فيه الانجكشن. يبقى قلنا لازم ادرينالين وانترا ماسكولار، ويتاخد في الانترو لاترال ثاي في الفاستس لاتراليس، مش اي حته. اغلب الريكومنديشنز بتتكلم على القصه دي. طب الدوز ايه بقى؟ يعني انا هروح جايب امبوله واديها له؟ طبعا احنا من الحاجات اللي مفتقدينها في مصر الايبي بن، الادرينالين اوتو انجكتور، للاسف ده بيبقى لايف سيفنج مع الاطفال اللي هم هاي ريسك، ان اول ما يحس بالسيمتومز يحقن نفسه على طول. والايبي بن بيبقى سهل، هو اوتوماتيك اوتو انجكتور، للاسف هو مش متاح، ربنا يكرمنا ويتوفر قريب، بس احنا بنستخدم امبولات الادرينالين كبديل، بتبقى مع الامهات او مع الاطفال، وبنفهمهم ايه اللي يتم لو حصلت المشكله دي. تعالى بقى نراجع الدوزنج، ان حسب الوزن، يعني ما ينفعش ادي عيل صغير جرعه كبيره، ان خلي بالكم الادرينالين دواء خطير، دواء خطير، ده سيمباثومايميتك، ده احنا بنديه في حالات الارست والكلام ده. طبعا احنا هنا دي اي ام، الاي في هو الاكثر في التاكي اريزمياس والمشاكل دي، بس هو برضه ليس دواء بدون اعراض جانبيه، ده بيعمل الفا وبيتا ستيميوليشن. البيتا ستيميوليشن عشان لو في بقى برونكوس بازم او كده، والالفا عشان برضو الفازو دايلاتيشن عنيف. فطبعا برضو في كلام العينين اللي بياخدوا بيتا بلوكر بيبقى في مشكله عندهم شويه في الريسبونس للادرينالين. بس طبعا يعني الجايد لاينز او الكلام الجديد قالوا ان لا، مش البيتا بلوكر مش مشكله قوي، بالذات لو هي لايف سيفنج، يعني لو عين هارت فيلير، لو عيان مثلا اسكيميك هارت. بس طبعا الكلام على النون سيلكتيف بيتا بلوكر بتاع زمان زي البروبرانولول الاندرال والكلام ده كله، لكن الكارديو سيلكتيف بيتا بلوكرز لا، احسن بكتير واقل في المشاكل اللي بتحصل، لان انا يهمني البرونكو دايلاتيشن وهيحصل طالما انا بدي كارديو سيلكتيف بيتا بلوكر. طيب تعالى بقى نشوف الواو، قايلين ان احنا الواو الورلد الرجي اورجانيزيشن قايلين 0.01 مللي جرام بر كي جي، 1 من 100 مللي لكل كيلو. خلاص الماكسيمم بتاعي نص مللي جرام، يعني نص مللي لتر من الأنبولة، يعني نص مللي من الأنبولة يعادل مللي لتر، يعني بيعادل نص مللي جرام. فبالتالي لو انفانت أقل من 10 كيلو هندي 1 مللي جرام بر مللي لتر، يعني 1 مللي. تمام، لو الطفل من سنة لخمس سنين 15 مللي جرام، لو من 6 ل 12 هتدي 0.3، لو تينيجر بقى فوق ال 12 او ادلت ادي نص مللي جرام. دي الماكسيمم دوز، نص مللي جرام يعني نص مللي من الانبوبه. طيب في اي لاينز تاني ممكن نديها؟ يعني ايه راي حضراتكم؟ احنا قلنا ادرينالين، وقلنا ما ينفعش ان انا ابدا لا انتي هيستامينك ولا ابدا بالكورتيزون ولا الكلام ده. ادرينالين هو ده بيبقى لايف سيفنج انتراماسكولار في الفاستس لاتراليس في الانترولاترال، او اول حاجه في الاذرز ريموفال اكسبوجر. يعني مثلا دي بتبقى مشكله كبيره في العيانين اللي في الجراحه، عيان اندر انافيزيا. مشكله الاندر انافيزيا ايه؟ العيان اللي في الجراحه كده كانت التخدير لازم مركزين قوي، العيان لابس الجاون ممكن يحصل له ارتكاريا وما تبانش، وفي نفس الوقت العيان لو جاله ايتشنج مش هيقعد يهرش، والعيان متخدر. تمام، فطبعا يبقى عينه اكتر حاجه بقى على المونيتور الضغط بتاع العيان والساتوريشن، والعيان بقى لو حصل له ويزس او سترايدور فورا لو هو مثلا ممشي انفيوجن يوقف الانفيوجن ده، سواء بقى كان انتي بايوتيك، كان نون سترويدال انتي انفلاماتوري، كان انافيتيك دراج، يوقف الاكسبوجر.
وطبعا لو مثلا طفل قرصته نحله ان احنا نشيل لو الابره بتاعتها وهكذا، نوقف الكلام ده. فمهم قوي ان احنا نوقف. كنت معلق العيان محلول مثلا سيفتراكسون او كينولو او وات ايفر، اوقف الايه الاكسبوجر فورا. خلاص. الحاجه الثانيه ان انا اعمل اسسمنت للاي بي سي، الاير واي والبريذنج والسيركيليشن، شوف بقى في سترايدور، في ويزيس، العين كولابسد ولا لا، والمنتال ستيتس عشان نشوف العين حصل له سيفير هايبوتنشن، بقى عنده الجلاسكوما سكيل بتاعه ديتيريوريتد، اشوف السكين في ارتكاريا، في انجيوديما وهكذا. كل ده مهم، مش مجرد الادرينالين فقط. وكمان ان انا ادي سيمولاتري سيمالتينيسلي، ابدا اكلم الطوارئ، لان انا العيان هبدا اتعامل معاه فورا او اول ما اشخصه. لو هو في البيت مثلا او انا مثلا في المدرسه، ابدا ادي الادرينالين وابدا اشوف الكلام ده. ولو انا في اوضه العمليات هكلم العيان للاي سي يو وهكذا، نبدا نكون الايه كل اللاينز اوف تريتمنت. طيب البوزيشن بتاع العيان هيبقى عامل ازاي؟ العيان مثلا جاله الانافلاكس، خليه واقف ولا اخليه قاعد ولا اعمل له ازاي؟ موست بيشنتس يبقوا سوباين عشان الهايبوتنشن. لو عندي ريسبيراتوري ديستريس ممكن السيتنج يبقى افضل ليه. خلاص. ولا واحده بريجننت تبقى سيمي ريكامبنت على الليفت سايد. لو العين انكونشس في الريكفري بوزيشن، تمام، عذره. البينيفيت اوف اليفيشن اوف ذا لور اكستريمتيز تريند لمبريك بوزيشن ده كونتروفيرشن. يعني العين نايم سوباين ممكن ترفع له رجل. خلاص. ولو في ريسبيراتوري ديستريس هنا يبقى قاعد، ولو بريجننت على الليفت سايد سيمي ريكامبنت. طيب لكن قايلين بقى في الامريكان اكاديمي اوف فاميلي فيزيشنز قايلين ديسبايت الانترماسكولار ابنفرين هو الفيرست لاين، لازم نخلي بالنا ان للاسف استخدامه مش سب اوبتيمال زي ما جبنا في الاستاديز اللي فاتت. ودي استادي الحمد لله انا اشتركت فيها مع تحت اشراف اساتذتنا الاستاذ الدكتوره زينب عوض والاستاذ الدكتور رشا العويضي في عين شمس، ومجموعه من جامعات مصر المختلفه، كان على الفيزيشنز اويرنس والبراكتس في الدايجنوز مانجمنت اوف انافلاكسس. للاسف برضو كان الاويرنس كان سب اوبتيمال، يعني بدون ما ندخل في تفاصيل كل فكره، بس كان في كويشنير في سيتويشنز مختلفه والكلام ده، بس للاسف كان في سب اوبتيمال اويرنس. طيب الولد خد الانترماسكولار ادرينالين بس السيمتومز بريزيستد، راي حضراتكم هنعمل ايه تاني بعد ما خد الانترماسكولار ادرينالين والسيمتومز كملت؟ طبعا احنا بنتاكد العين بيفضل تحت الاوبزرفيشن، فالحل ان احنا هنعيد الجرعه تاني بعد 5 او 15 دقيقه لو السيمتومز ريفراكتوري. خلاص. طب والده ووالدته قال لك لا انا ما هنديش ادرينالين تاني، احنا قلقانين. فنخلي بالنا ان احنا زي ما قلنا هما بيطمنوا الناس، نقول لهم ما تقلقوش ان الابنفرين في الانتراماسكولار ويل توليريتد عامه. المشكله اكتر في الانترافينوس اللي ممكن يكون فيتال ويعمل اريزمياس، واكتر بالذات لو هو اتاخد اي في بول. طيب هل في دراجز تانيه ممكن نستخدمها في الانافلاكسس؟ راي حضراتكم ايه؟ هل في ادويه اخرى ممكن تستخدم في الانافلاكسس؟ قايلين يس، ده برضو الامريكان اكاديمي اوف فاميلي فيزيشنز، بس بشرط ان الادويه دي تستخدم بعد الادرينالين وتبقى ادجانك، يعني هي ادويه مكمله، عشان بعض الناس فاكره ان الكورتيزون هو العلاج الاساسي للانافلاكسس. لا لا والف لا. والانتي هيستامينيك مش هي العلاج الاساسي في الانافلاكسس، لا والف لا. خلاص. يعني لك ممكن تستخدم انتي هيستامينيك اتش 1 واتش 2، تستخدم ستيرويد، تستخدم بيتا 2 اجونست او جلوكاجون، بس هي حسب السيتويشن. يعني مثلا لو انا عنده ارتكاريا وانجي اوديما، ادي انتي هيستامينكس هتحسن مع الدنيا. لو العيان عنده برونكوس بازم، ادي بيتا 2 اجونست، ادي نيبولايزيشن او كده سالبيوتامول وهكذا. ده بيعتبر كانه زي سيمتوماتيك، حاجه ادجنكتيف، لكن العلاج الاساسي ادرينالين. فانا بس بقول النقطه دي ليه؟ ما فيش مانع انك تدي انتي هيستامينك وتدي ستيرويدز بعد ما تدي الابنفرين، لكن هي علاج تكميلي مش علاج اساسي. وقايلين حتى في التشوزنج وايزلي كامبين، كنا شرحنا ده في الروماتولوجي، مبادره يلا نذاكر روماتولوجي في المال براكتس في الروماتولوجي، انا برضو دي قايلين في التشوزنج وايزلي بالامريكان اكاديمي اوف اليرجي ازمه انيمولوجي، دونت ريلاي اون انتي هيستامينز از فيرست لاين تريتمنت ان سيفير اليرجيك رياكشنز. الانتي هيستامينز ليست حلا في الاكيوت انافيلاكسس، انتي هيستامينك
حاجة مكملة وليست هي العلاج الأول ولا الأخير، هي حاجة تكميلية. طيب أنا دلوقتي أنا قلت ريموف الإكسبوجر للكوز، طب أنا أعرف السبب منين؟ يعني هو العين جاله أنافلاكس، فبالتالي هدور على السبب عشان أمنع الأكيوت إكسبوجر لو قدرنا. الحاجة التانية عشان إن أنا أفويد الفيرذر أتاكس، هو العيان اللي جاله أنافلاكس حاجة تبقى محرمة عليه، إلا بقى لو هو هيعمل بعد كده مثلا ديسنسيتايزيشن أو. طب هعرف الإتيولوجي منين؟ أول حاجة وأهم حاجة هيستوري، آخد هيستوري كويس جدا، هو كان فين؟ واتعرض لإيه؟ خد دواء إيه؟ أكل إيه؟ وهكذا. لازم ديتيلد هيستوري عشان نعرف الإكسبوجر، ده أكيوت هايبر سنسيتيفيتي، يعني هتلاقي الإكسبوجر قبل الأكشن ده أو قبل الإيفنت بدقائق أو ساعات. طيب هتعمل سكين تيست في العيان ده ولا لا؟ هل ده اختيارات بقى، هل نقول هيستوري از انف ولا اعمل سكين بريك تيست ايميديتلي بعد ما العيان يخلص طول الاكشن او الايفنت بتاعه، ولا هعمل سكين بريك تيست هاخره من 4 ل 6 اسابيع بعد الانافيلاكسيس؟ طبعا زي ما قلنا الهيستوري هو الاساس، هيستوري، لكن برضه في السبب هيبقى مهم قوي السكين بريك تيست. بس نخلي بالنا الريكومنديشن سكين بريك تيست يتعمل 4 ل 6 اسابيع بعد الانافيلاكسيس. ليه؟ لان اول حاجه لو عملت سكين بريك تيست immediately، طبعا الشكه الصغيره دي نادرا ما بتدخل حاجه بريك، بس برضه هتبقى ريسكي. ثانيا وده الاهم، ان اصلا الماست سيلز اكزهوستد، ده الانافيلاكسيس ده نطور الماست سيلز في كل حته وعمل دي جرانيوليشن وطلعت كل اللي جواها، عشان كده انت اصلا في السكين بريك تيست احنا نقول فكرته ايه؟ انا بناغش الماست سيلز اللي في السكين، فبالتالي هي تبقى اكزهوستد، مش هتلاقي رياكشن، فبالتالي اتس وايز ان انا استنى من 4 ل 6 اسابيع بوست انافيلاكسيس عشان يكون حصل الماست سيلز استعادت قوتها واستعادت الجرانيولز ومحتوياتها، فبالتالي تعرف تتفاعل معايا. فبالتالي انافيلاكسيس تريجرز الواو قايلين ان هي ممكن يكون انون، ده اللي هو الايديوباثيك انافيلاكسيس، ممكن يكون نون والميكانيزم بتاعته يا اما تكون اميونولوجيك او نوت اميونولوجيك، والاميونولوجيك هتكون يا اما اي جي اي ميديتد زي ما قلنا او نون اي جي اي ميديتد. فبالتالي خلي بالنا قلنا الاي جي اي جزء، وما ننساش ان في ايديوباثيك، وفي الايديوباثيك مهم انك تدور على ماست سيل اكتيفيشن ديس اوردر، يعني يكون عنده سيستميك ماست سايتوزيس، ده زي قلنا المواقف اللي هحتاج فيها تريبتيز بيز لاين وات ذا ايفن. لو قسمناها بطريقه اخرى ان انون او نون، وبعد كده الاي جي اي ديبندنت والاي جي اي اندبندنت، والاي جي اندبندنت ممكن يكون امنولوجيك او نون امنولوجيك. تعالى بقى نشوف التريجرز الكتيره. الواو قايلين اول حاجه ممكن الامنولوجيك ميكانيزم اللي هي الاي جي اي ديبندنت، الفودز طبعا البيناتس الفيش الصوي بين الايج التري ناتس الفاكهه الميلك الشيل فيش طبعا، والنون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز مهمه جدا. وخلوا بالكم النون ستيرويدال بتعمل انافيلاكسس بميكانيزمات كتيره، منها اي جي اي ميديتد ونون اي جي اي ميديتد، وقلنا زي ما قلنا انها بتزود اللوكوبراينز عن طريق اللوكس لايبو اوكسجينيز، نتيجه انها بتقفل لما بتستيموليت اللوكس لما او بيحصل شيفت الاراكيدونيك اسيد لللايب اوكسجينيز لما بنهبت السايكل اوكسجينيز تمام. والبيولوجيك ايجنتس اللي بقت منتشره دلوقتي في الانفلاماتوري باول ديزيز، في الروماتويد، في الانكلوزنج، دي عباره عن بروتينز. طبعا الاوكيوبيشنال زي اللاتكس المطاط موجود كتير في الحاجات الميديكال خلاص، والريديو كونتراست الصبغه خلاص، الناتشرال رابر لاتكس، الايرو اليرجنز طبعا ما ننساش الدبابير والنحل، حتى السيمينال فلويد ممكن يعمل انافيلاكسس، فنخلي بالنا كل دي تعمل انافيلاكسس. ممكن بقى تكون اندبندنت الاي جي برضه زي الكونتراست، ممكن تعمل ماست سيل اكتيفيشن مباشره، النون ستيرويدال دي ميكانيزم ثانيه، الاكسترانز الاي في ايرن، عشان كده من فضلكم الاي في ايرن مش هو الفيرست لاين، الاورال ايرن، الاي في ايرن ممكن يدخل العين في انافيلاكسس، يتعلق في مستشفى وسلولي وهكذا. طبعا وقلنا البيولوجيك ايجنتس برضه ممكن تشتغل اي جي اي اندبندنت. في بقى ميكانيزمات نون اي جي اي ميديت، نون اليرجيك اصلا، نون اميونولوجيك زي الفيزيكال فاكتورز
ممكن الاكسرسايز انديوسد انافلاكس، الكولد او الهيت انديوسد انافلاكس، ممكن سانلايت انديوسد انافلاكسس، الايثانول كحول، بعض الادويه بتشتغل زي الاوبيويدز بتشتغل نون اميون ميكانيزم. ما ننساش بقى الايديوباثيك انافلاكسس، خلي بالك ايديوباثيك يعني مفيش تريجر واضح، يا اما في تريجر انا مش عارفه، او يا اما العين عنده اصلا الماست سيلز بتتلكك، عنده ماست سيلز طوفان من الماست سيلز، زي ما قلنا عنده ماستوسايتوزس او ماست سيل اكتيفيشن ديس اوردر. خلاص، عشان كده ان الانافيلاكسيس ايديوباثيك في بعض الاستاديز لحد 35% تلت الحالات، وده نخلي بالنا الماست سيل ديس اوردرز لازم نستبعدها في هذه الحاله، لان هو كده مش سهل ان يجي له انافيلاكسيس من باب الطاق الا لو الماست سيلز بتتلكك عندها عدد كبير وجاهزه انها تنطلق لاي تلكيك. خلاص، وطبعا الارتكاريا بيجمنتوزا من الحاجات المهمه في الماستوسايتوزس، بس عدم وجود ارتكاريا بيجمنتوزا داز نوت اكسكلود الماستوسايتوزس، ولا حتى البيز لاين تريبتيز لو نور مش بيكسكلود. ممكن نعمل الكيت ميوتيشن في البريفرال بلاد او في البون مارو عشان نشخص الماستوسايتوزس. طيب، هل بقى العيان يروح اول ما يستقر؟ يعني السؤال ده كان للاب والام، يا دكتور خلاص الولد بقى كويس بعد ما خد الجرعه الثانيه من الابنفرين، نروح البيت؟ لا، لازم يبقى فيه مونيتورنج، لان في حاجه اسمها الباي فيزيك رياكشن، الانافلاكسس بيرجع تاني وذاوت ري اكسبوجر ممكن يحصل بعد 12 ساعه، فبالتالي العيان لازم يبقى مونيتورد من 4 ل 12 ساعه حسب الريسك فاكتورز اوف سيفير انافلاكس. من فضلك مش اول ما العيان يتحسن تروح، خليه اندر اوبزرفيشن اتليست 4 اورز. طيب، الولد اللي كان جاله بينط انديوست انافلاكسيس وكونفيرم بالانفستيجيشنز حصل له اكسيدنتال اكسبوجر تو بينط، ووالده وجايبينه الطوارئ ومنزعجين خايفين يكون يحصل له انافلاكس، هو دلوقتي اكزامينيشن فري، هل ندي الادرينالين ولا لا؟ احنا قلنا الادرينالين ده immediate ام اول ما شخص انافلاكس، بس هو الى الان ما عندوش اي مانيفستيشنز فمش هدي، لكن مهم انه يفضل اندر اوبزرفيشن. عشان كده قايلين الايرلي سسبشن اوف انافلاكسس يا اما بالبيشنتس او الهيلث بروفيشنالز مبني على الايه؟ ديفلوبمنت اوف سيمبتومز سجستيف اوف الرجي يوجوالي affecting several organ system. يبقى symptoms في كذا system، ويا سلام بقى لو بعد allergy. خلاص، وهما في الغالب بيكونوا مع بعض simultaneous، ده يساوي ان انا ايه immediate treatment، مش هقول emergency او لا، immediate treatment immediate فوري، بس ده لما يظهر اي symptom. لكن هو الولد ده تعرض لallergy، فكويس انه يبقى تحت الملاحظة ونتابع لحد ما نشوف جاله مانيفستيشنز هندي الادرينالين، ما جالوش خلاص تمام. يبقى بالتالي بقى احنا في الاواخر بقى هنقول انافيلاكسيس مانجمنت لازم يبقى في تو ستيبس. الفيرست ستيب هيبقى البرايمري رول الابنفرين، خلاص، ومهم السيلف انجكتابل ابنفرين يكون مع الطفل او مع والده او والدته، خلاص، ويبقى جزء من السيلف مانجمنت ايمرجنسي بروتوكول. السكند ستيب بقى الانترفينشنز الاخرى اللي بتبدا اول ما تنقل بقى المستشفى، يعني الادرينالين لو حصلت الاعراض يتحقن في البيت، يتحقن في المدرسه، ما هو اصلا احنا بندي له الاوتو انجكتور عشان كده، ما هو لو هو مش هيحقن وهو بره المستشفى ما كانش ما كناش اديناه له، ما كان هيستنى لما يوصل الطوارئ. فضروري من فضلكم ان احنا زي ما قلنا بنستبدلها بامبولات الادرينالين دي اللي متاحه معانا كل فتره، بنعلم الام وبنعلم الطفل ازاي تتحقن حقنة الادرينالين، الطفل عنده فود اليرجي وحصل له انافلاكس وهكذا. فالاوتو انجكتور او الادرينالين حقنه ده اول ما تظهر الاعراض، لكن السكن الستبس الباقيه بقى لما يروح المستشفى. طيب، دي في ميل عندها 14 سنه جايب اكيوت ديسنيا وكف افتر شيرنج ان ان اكسرسايز، تكون اكسرسايز انديوزد انافلاكسس، خلينا نكمل معاها. She was diagnosed to be asthmatic 2 years ago. عندها أزمة من سنتين with poor response to inhalers والمونتيلوكاست، وأحيانا بتاخد سيستميك ستيرويدز شورت كورسز ما بتتحسنش، حس ضعيف جدا. والإكزامينيشن
باين لنا ويزس وتاكبني، وهما كانوا شكوا بقى ان هي من قبل كده ان عندها اكسرسايز انديوزد ازمه او اكسرسايز انديوزد انافيلاكسيس وما اتحسنتش على الانهيلرز وكده. فطبعا الازمه جزء من تشخيصها بعد كده البالمونري فانكشن تيست، لا البالمونري فانكشن تيست وطلع كالتالي. ايه راي حضراتكم في البالمونري فانكشن تيست ده؟ هل ده ازمتك ولا لا؟ تعالوا نشوفوا الفرق ما بين ده وبين ده. ايه راي حضراتكم؟ هنا الفلو فوليوم لوبس دي، ان لو خدتوا بالكم هنا المشكله في اللوب ده الانسبيراتوري، الانسبيراتوري هو اللي فيه مشكله. فالانسبيراتوري لما يكون فيه مشكله وده النورمال خلاص الانسبيراتوري، يبقى كده انا بتكلم على حاجه ابر ايروي. فلما شكينا انها ابر ايروي بعد تعمل لارنجسكوب طلع ابنورمال فوكال كورد ابدكشن، يعني طلعت فوكال كورد ديسفانكشن، يعني مش ازمه ومش انافيلاكسيس، دي اصلا عندها فوكال كورد ديسفانكشن. هو المفروض ده النورمال وده فوكال كورد ديسفانكشن، شوف ادكتد في الانسبيريشن، وده كومبليت فوكال كورد ديسفانكشن، ودي مشكله. عشان كده اصلا الدكتور الشاطر لما يسمع حتى انت حطيت مع سامع صوت تزييقه انت شاك ان ويزس، طب هو مين اللي اكسبيراتوري ولا انسبيراتوري؟ الابر ايرواي هيبقى مين اللي انسبيراتوري؟ فانا لو حطيت السماعه فوق هنا هتلاقي الصوت اعلى، فدي this is vocal cord dysfunction. وخلوا بالكم بقى ان 50% من العيانين اللي بيجي لهم كورونيك كاف انهم vocal cord dysfunction، من 3 ل 5% من العيانين اللي عندهم severe asthma vocal cord dysfunction، و up to 30% of patients with difficult asthma vocal cord dysfunction، من 5 ل 22% من البيشنس require emergency care for dyspnea انهم vocal cord dysfunction، و15% من يو اس ريكروتس اسيسد فور ازمه كانوا فوكال كورد ديسفانكشن، و5% اوف يو اس اولمبيكس. وده مثال لان مش كل الحالات اللي بتيجي كده والاكسرسايز انديوسد انافيلاكسيس او كده او اكسرسايز، لا بليز كونسيدر الانافيلاكسيس مايمكس، مشابهات الانافيلاكسيس، الانافيلاكسيس ليه مايمكس ليه مشابهات، ودي اللي الورلد الرجي اورجانيزيشن قايلين عليها زي الاكيوت ازمه. طبعا جاي بقى الضغط ممكن سيفير ازمه ممكن برضه يبدا يجي له السنكوب وهكذا، السنكوب باسبابه المختلفه انكزايتي او البانيك اتاك اكيوت جنرالايزد ارتكاريا، واحد بلع فورين بادي او كارديو فاسكولار ام اي او كده تمام، بالمونر امبوليزم نيورولوجيك ايفن زي سيجرز بوست برانديا سندروم سكومبرويدوزس، الواحد واكل سمك ويكون سمك قديم وفيه هيستامين عالي، البولين فود اليرجي فود بويزنينج اكسس اندوجينس هيستامين زي البيزوفيلوكيميا او الماستوسايتوزس، ما ننساش الفلاش سيندرومز البريمينوبوزال والكارسينويد سيندروم والاوتونوميك ابيليبسي والميدالري كارسينوما، والنان نان اورجانيك زي الفوكال كورد فانكشن لسه حكينا عنها، هايبر فنتليشن سايكوسوماتيك والشوك بانواعها، والاذر ديفرنش زي الاس انهبيتور انديوزد انجيوديما، ما ننساش ان الشوك اهو مثلا الانافيلاكسيس بتبقى ريديستريبيوتيف شوكس، بيحصل فازو دايلاتيشن وديستريبيوشن، لكن في الاوبستراكتيف شوك والكارديوجينيك شوك والهايبو وليميك شوك باسبابها. واخيرا دي الاياكي جايد لاينز، لو خدنا بالنا ان اغلب الريكومنديشنز فيري لو ليفل اوف ايفيدنس، لان طبعا احنا قلنا احنا بنستخدم البيست افيلابل ايفيدنس، وهنلخصها مع بعض وقايلين diagnosing anaphylaxis is in an emergency setting. الإياكي suggests using clinical criteria including rapid onset of symptoms and signs for identifying anaphylaxis in acute context. We suggest measuring serum tryptase half to 2 hours after the start of the reaction and the baseline tryptase at least 24 hours after complete resolution of some symptoms to support diagnosis anaphylaxis retrospectively. بقول لك تريبتيز هيفيدني لو انا شاك في ماست سيل، وهيساعدني ان انا اشخص anaphylaxis بس retrospectively مش في وقت الاتاك خلاص، يعني نص ساعه ساعتين بعد الستارت اوف رياكشن، ولازم بعد الريزوليوشن يكون فات على الاقل 24 ساعه.
الامرجنسي مانجمنت برومت ليوز انترماسكولار ادرينالين في الميد ثاي اريا فيرست لاين مانجمنت انافلاكسس. وي سجست يوزنج ادرينالين اوتو انجكتورز فور ذا فيرست لاين مانجمنت اوف انافلاكسس في الكوميونتي، يعني مش لازم في المستشفى. وبيريكومند الفارماكوكينيتيك داتا شود بي بروفايدد فور اتش ادرينالين اوتو انجكتور برودكت از ذي كانوت بي ريجاردد از انترتشينجبل. يعني كل اوتو انجكتور ليه مواصفاته، وبيسجست بريسكرايبنج 15 من 100 ملي جرام ادرينالين اوتو انجكتور للاطفال من 7 ونص ل 25 30 كيلو، و3 من 10 ادرينالين اوتو انجكتور للاطفال من 25 ل 30 كيلو، و3 من 10 اتليست للادوليسنس والادلت ات ريسك انافيلاكسيس. طب اللونج تيرم مانجمنت قايلين ان هم بيريكومند بروفايدنج ستراكشر كومبريهنسيف تريننج تو امبروف ريكوجنيشن اوف انافيلاكسيس اند يوز اوف ادرينالين اوتو انجكتورز ان بيبول ات ريسك اوف انافيلاكسيس. مهم جدا يتعلم ازاي يستخدم الاوتو انجكتور والكلام ده كله، تمام. و this is in addition to basic instructions about auto injector use. يعني مش هيكفي بس النصائح العامة، لا لازم full detailed action plan. تمام. No recommendation for or against use pre-medication with antihistamines to prevent anaphylaxis. ما فيش حاجة بتقول ان الانتيهستامينز هتبريفنت الانافلاكسيس. Suggest using pre-medication with subcutaneous adrenaline to prevent anaphylaxis when snake bite antivenom is given to the patient. هياخد المضاد السنيك، ممكن ياخد subcutaneous adrenaline، بس هنا ايه؟ كبريميديكيشن للبريفنشن، مش في وقت الاكيوت اتاك. احنا قلنا الاكيوت اتاك انترامسكول خلاص. وبيسجست ذات سكول بوليسز ريفلكت anaphylaxis guidelines but more research is needed to understand how guidelines and legalization in schools best recommended. بيتكلموا عن education، طبعا ان في simulation training على بابيز او كده visual prompts to improve the health care professional recognition and the management of anaphylaxis in emergency situations. للامريكان اكاديمي اوف فاميلي فيزيشن قايلين برضه administer intramuscular epinephrine into the anterolateral thigh the first line treatment. وهنا بقى بياكدوا على H1 و H2 antagonist والكورتيكوستيرويد بس only as adjunct to therapist after administration of epinephrine. والفلويد ريسستيشن ده جزء من السيمتوماتيك تريتمنت، ندي من لتر ل 2 لتر نورمال سلاين خلاص بريت 5 ل 10 مللي لتر بير كي جي للادلت في الفيرست 5 تو 10 مينتس، وبندي 10 مللي لتر بير كي جي في التشيلدرن في الانافيلاكتيك بيشنتس وذ هاي بوتنشن ذات داز نوت ريسبوند تو ابينفرين. وقلنا بقى الاوبزرفيشن individualized اوبزرفيشن فور اباي فيزيك رياكشن سترونجلي كونسيدر اوبزرفيشن فور ا مينيمم اوف 4 اورز فولوينج ان ايبيسود اوف انافيلاكسيس اند 6 تو 12 اورز فور بيشنتس هو هاف ريسك فاكتورز فور سيفير انافيلاكسيس. يبقى من غير ريسك فاكتورز 4 ساعات، مع ريسك فاكتورز من 6 ل 12 ساعه. او لو عنده بريفيوس باي فيزيك رياكشن او بريفيوس بروتراكت انافيلاكتيك ايفنت، تمام. وبرسكرايب اوتو انجكتور ابنفرين تو اول بيشنتس ات ريسك فور انافيلاكتيك رياكشن اند بروفايد ان اكشن بلان انستراكتنج ذيم اون هاو اند وين تو ادستر ذا ميديكيشن. وادي مثال لاكشن بلان، تمام. ان هنا بقى للطبيب الانافيلاكسيس الاي بي سي دي اي، خلاص خلصنا تقريبا. اير واي بريذنج سيركيوليشن ستابيليتي اكسبوجر والدايجنوزس، هتدور على صدى الانس الاير واي بريذنج اوف سيركيوليشن افكشن ويوجوالي سكين تشينجز اتش اير اش او انجي اوديما كول فور هيلب وريموف التريجر لو بوسيبل لو في اي دواء. وتخلي العيان ينام فلات ويز اور ويزاوت الليجز الفيشن، قلنا دي عليها تريند لمبرج بوزيشن. والسيتنج لو العيان عنده مشكله في النفس ولو بريجننت على ليفت سايد، ما العيان ما يقفش. وبعد كده انتراماسكولار ادرينالين في الانترولاترال ثاي في الميدل خلاص، واستابليش الاير واي ويدي هاي فلو اكسجين وابلاي مونيتور بالس اوكسيمتري اي سي جي وبلاد بريشر. بس طبعا الادرينالين ده قبل ما يوصل المستشفى، الباقي الخطوات دي هتتعمل في المستشفى. لو ما فيش ريسبونس ريبيت الانتراماسكولار ادرينالين افتر 5 مينتس ودي اي في فلويد بولس. لو ما فيش تحسن في البريذنج او السيركيوليشن ديسبايت تو دوز اوف ادرينالين
كونفيرم ريسسيتيشن تيم والامبيولانس، اتصلنا بيهم وفولو للريفراكتوري، ويبدا بقى يتعامل مع الايروي زي اي حاله طوارئ. بس مهم جدا ما ننساش الادرينالين والبوزيشننج، وهما بيقولوا كومبليت الاكشن انافلاكسس اكشن بلان وكيب اون فايل ات ورك سكول كامب اور اذر بليسز وير اذرز مي نيد ريكوجنايز يور سيمبتومز. الامريكان اكاديمي اوف اليرجي ازمه اندمنولوجي حاطين الامرجنسي اكشن بلان، اللي انت بقى في المدرسه في المعسكر في البيت في الشغل. طب ليه القصه دي؟ تعال شوف ليه اهميه الاكشن بلان. تعال نشوف ان الانافيلاكسيس بيحصل فين، حوالي 50% في البيت و14% في المستشفى، وفي زياره عائليه 7%، في الشغل 6%، في المطعم 5 ل 6%، في المدرسه 3 ل 6%، وفي السفر 5%، واوت دورز 3%، يعني في المستشفى 14% بس. فبالتالي ان اغلب حالات الانافيلاكسيس خارج المستشفى، فلازم العيان يبقى عنده اكشن بلان، مش هيستنى لما يروح المستشفى ويبدا الدكتور يعالجه. فاتمنى كده ان احنا نكون وعينا الموضوع ده، زي ما قلنا في مال براكتس كتير وفي اندر اويرنس كتير، وللاسف الموضوع لايف سيفنج، انه يعني او لايف ثريتننج، لو ما اتلحقش هتبقى كارثه محققه، والتدخل المبكر هيبقى لايف سيفنج. يعني انا بشكر حضرتكم على السماع، وبعتذر على معلش التعب اللي عندي. جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.